السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بحول الله غنديروا واحد الكلاص اللي كيجي زوين 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 وغزال ولذيذ، وغادي تشكروني عليه. هذا الكلاص هذا كنحتاجو ليه، هنا عندنا هاد بودره ديال الكلاص، عندنا نص سيترو ديال الحليب. هاد الكلاص البنات راه كيجي على جوج طبقات. هنا عندنا 6 ديال المعالق ديال الحليب بودر نيدو، وعندنا فلون فاني، وهنا دانون فاني، وهنا عندنا فلون كراميل ودانون كراميل. وهنا البنات عندنا واحد 4 المعالق ديال السنيده، وهنا تقريبا واحد 60 غرام ديال اللوز، وواحد شويه ديال حبيبات الشوكولا. هادو البنات هنايا غيبقى غير للتزيين، هادي كاضافه ممكن ما تضيفوهاش. واول حاجه البنات دابا هو نمشيو نديرو اللوز كراميليزي ان شاء الله بحول الله. دابا البنات غندير هادوك 4 ديال المعالق ديال السكر، غنديرهم هاك هنايا فوق المقله، وغنخليهم على نار مهيله، ما غادي نحركهم ما والو حتى يبدا يتغير لنا اللون ان شاء الله. صافي، دابا من بعد ما داب لينا السكر ديالنا غادي نضيف عليه اللوز ديالنا. صافي، وغادي نخليه. صافي، وغادي نبدا نحرك حتى يتلبس لينا مزيان هاد اللوز بالسكر بهذا الشكل، يتعسل لينا مزيان. نبقاو نحركو فيه. صافي، راه هو دغيا كيتعسل. صافي البنات، وغادي نحطو فوق واحد ورق ديال الطبخ. دابا البنات غنخويه فوق هاد الورق هنايا ونسرحو. هانتوما راه دغيا البنات كي يتعلق. صافي، وغادي نخليه دابا على نخليه على جنب، وغنمشيو للكلاص ديالنا. صافي البنات، دابا غنبداو الطبقه الاولى، غنبداو بالطبقه ديال الكراميل. غناخد واحد 4 لتر ديال الحليب. هاد نص لتر ديال الحليب البنات غادي نقسمو على زوج، 4 4. هانتوما البنات غادي نعبر هنا. والربع الاخر غادي نخليوه للطبقه الثانيه. صافي، وغادي نضيفو 3 د المعالق ديال نيدو، ها واحد ها جوج ها 3، وها 3 حتى هما غادي نضيفوهم للطبقه الثانيه. وغادي نضيفو الفلون كراميل. المهم البنات
النكهات كيبقاو على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. انا عطيتكم هذا الشيء كفكره، انتم ممكن تفننوا فيه. وصدقوني يا البنات راه هذا الفلو كيجي زوين وكيجي اقتصادي ورخيص مقارنه باش تشريه. راه هذا كيجي لذيذ ورخيص. وغادي ناخذ هاد البودره ديال الكلاص. البنات الحليب يكون بارد، هاد البودره ديال الكلاص حتى هي غناخذ منها 3 ديال، ناخذ منها 3 د المعالق كبار، واحد جوج ثلاثة. وهذا الشيء اللي بقى حتى هو غنخليه للطبقة الثانية. صافي دابا غادي نضربوا الكل ونطلعوا الكلاص ديالنا. هانتوما البنات صافي دابا غادا نخليو على جنب وغنمشيو نديرو الطبقة الثانية. في الطبقة الثانية غادي نضيفو كاع هداك الشي اللي خلينا في الأول. هذا هو الحليب اللي بقى لينا. صافي غادي نضيف عليه 3 د المعالق ديال النيدو، وغادي نضيف عليه البودرة اللي بقات، وغادي نضيف الفلون ديالنا. نضيف دانون الفان. البنات هاد دانون هو اختياري، ممكن تكتفيو غير بالفلون. البنات حتى هو غادي نطلعو بحال ديال الكراميل. Thank you.
صافي البنات، ها هو هذا ديالنا، حتى هو ديال الفاني ها هو طلع هانتوما صافي. حتى هو دابا غادي نخليه على جنب ونمشي باش نطحن اللوز ديالي. وها هو البنات اللوز ديالنا هانتوما، راه جمد، خليته غير فوق، خليته غير فوق لافافو، ما درتش لا في الثلاجه لا في والو هانتوما. صافي دابا غادي نطحنو. صافي البنات ها هو، انا ما طحنتوش، خليته شويه مهرمش باش يجيو هذوك الطريفات باينين في الكلاص. وصافي وغادي نضيف عليه هاد الشوكولاط ديالنا حبيبات، اللي ما عندوش هاد الحبيبات ممكن اي شوكولاط يقطعوا طريفات صغار ويضيفوا معاه. صافي دابا غادي ندوز باش نمونطيو الكلاص ديالنا. انا هنا خديت هاد الاطار ودرت ليه هاد البلاستيك الغذائي باش ما يسيحش ليا من التحت. نتوما ممكن ديروا اي مول عندكم وصافي. ودابا غادي ناخد هاد اللوز والشوكولا ديالنا، غادي ندير نفرقهم هنايا عليهم بزوج. نحاول ندير العدل بيناتهم صافي. ونبدا بهذا ديال الفاني البنات. دابا الا مشيتو تشريوه تاخدوه بالثمن، تجيبوه ما يعجبكمش يكون حلو. هذا ديال الدار كيجي اقتصادي ولذيذ صافي. غنفرغ النص هنا ونلبسو مزيان. نحاول نسرحو ونضرب شويه هكا قد ليا مزيان قنيتات. صافي وندير عاوتاني الكراميل طبقه ثانيه. هاد الكراميل البنات مع الفاني كيعطي مذاق خطير. صافي نسرحو
يعطيوها البنات الصبر، نجيو تسرحوه شويه د الوقت صافي. وغنضيف عاوتاني الفاني، وغنبقى غادا هكايا حتى نكمل الطبقات ديالي. صافي البنات، بقيت كندير طبقات حتى انتهيت. درت طبقه ديال الفاني، طبقه ديال الكراميل، عاوتاني طبقه ديال الفاني، وطبقه دابا ديال الكراميل. دابا غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي من الفوق، وغادي ندخلو الكونجيلاتور يجمد ليا ان شاء الله حتى الصباح. حيت انا دابا درتو بالليل، درتو بالليل وغنخليه يجمد ليا حتى الصباح. نتوما لان كنتو باغين ديروه في الصباح، باغين تاكلوه في العشيه، وجدوه في الصباح وبالليل اولا في العشيه يوجد ليكم. وان شاء الله مين يجمد لينا غنوريكم كي جا الشكل ديالو. وهذا البنات هو الكلاص ديالنا من بعد ما جمد، خليناه ليله كامله. ها هو كيدي مولا دغيا دغيا. ممكن دير واحد الفوطه ديرها في الماء سخون ودوزوا على المول ديالكم هكا، اولا غير بيديكم هكا ديروا المول بحال هكا، ودغيا راه دغيا كيزول. وتزيين البنات كيبقى على حسب اختيار كل واحد وكيغيزينو. المهم انا هنا غادي نزينو بالشوكولاته فيرميسيل، وغنزينو بهذا الصوص هذا. ويلا البنات اللي بقى ما وجداتش الكلاص نوض، كونوا درنا فيها شويه الحماس وتفرح وليداتها. راه كيجي البنات رائع. انا غنزينها على هذا الشكل، ممكن تخليه غير هكا راه كيجي زوين. وانا متاكده غادي يحماقوا عليه وليداتكم. وكيبقى احسن من ديال الزنقه 1000 درجه. نتوما البنات، المهم انا كفكره وريتكم، الاختيار والتزيين كيبقى ليكم. صافي دابا غنزين بالصوص. ناخذ هذا ديال الشوكولا، غادي نبدا ندير خطوط. ونضيف حتى ديال الكراميل. ثم شوفوا اختيار وليداتكم الذوق اللي كيبغيو. يلا البنات ما تعكزوش، نديرو الكلاص ملي الحال بدا كيسخن صافي. وكيبقى هذا هو الشكل ديالنا. دابا نقطعو الطريف نشوفو كيجا مع بعضياتنا. هانتوما البنات راه كيجي كريمي رائع. هانتوما البنات شوفوا كي جا، جا غزال رائع. والمذاق ما نقولش لكم، المذاق خطير. وكانت هذه الوصفه ديالنا البنات ديال اليوم. ولا عجبكم لا فيديو
ما تنساوناش البنات من لايك وتابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله بحول الله.